السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول فلاون نايت ماديستما، ونواصل مع التسممات الغذائية لأنه موضوع مهم جدا وكذلك موضوع شاسع، موضوع كبير. ففصل الصيف على الأبواب، وستكون عطلة يعني إجازة لدى الناس، وسيكون سفر يعني حركة الناس ستكون كبيرة في فصل الصيف، وربما يتوقف الناس يعني يكونوا مسافرين ويتوقفوا على الطرقات لتناول بعض الوجبات، يجب أن ينتبهوا جيدا، أو ربما يسافروا من مدينة إلى مدينة أو بعض الأماكن يعني السياحية، ويعني يلجؤون إلى الأكل خارج يعني البيت طبعا، لأن لا يجدون كيف يطبخون، فلا بد وأن يأكلوا في المطاعم التي توجد في هذه المدن، ويجب كذلك أن ينتبهوا مع حركة الناس، حركة كبيرة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة، مع الازدحام يعني في هذه الأماكن الأكل، فطبعا دائما تكون تسممات غذائية وبكثرة. لماذا؟ لأن لما يكون ازدحام يكون يعني شروط النظافة يعني ربما تنعدم، عليه أن تنخفض أو ربما تنعدم، ثم كذلك مع السفر يكون إرهاق، الناس يكونوا مرهقين، يعني مناعة تكون منخفضة، والتسممات الغذائية طبعا تكون دائما سهلة، وعند الأطفال يعني على الخصوص، فأن ينتبه الناس للعوامل التي بيناها لهم. التسممات الغذائية تكون دائما بالمواد الغذائية من المصدر الحيواني، المواد الغذائية من الحيوان هي التي تسبب التسممات، أن ينتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا. ثم الجراثيم التي يعني تتسبب في هذه التسممات تكلمنا عنها، إما تسمم البوتيلينيوم هو أخطر تسمم، هذا يؤدي إلى الموت، يعني يكون دائما في المصبرات، مصبرات اللحوم، مصبرات السمك، يعني غالبا هذه المواد الغذائية التي يكون فيها يعني الكلوستريديوم باتولينوم، أو يكون تسمم آخر كذلك خطير جدا، وهو تسمم بحمى التيفويد، يعني جرثوم الذي يسبب حمى التيفويد، هذه السالمة قردة هكذا نسميها بالدارجة، ويعني هذا التسمم هو فيه حمى ارتفاع الحرارة مع غثيان مع إسهال، وهذا لما تكون هذه العلامات طبعا فالطبيب يشك دائما في سالمونيلا، يعني في هذا الميكروب هو جرثوم التيفويد. ثم التسممات بالمستوى الثالث، وهي تسممات إسهالات وغثيان كذلك حسب مناعة الشخص، فربما يعني ربما يذهب إلى المستعجلات، يعني طبعا لما تكون المناعة منخفضة، وهي تسممات الكامبيلوباكتير والإيكولاي وستافيلوكوكساي، هذه باسيلس كذلك، الكلاستريديوم بيرفرانجنس، هذه جراثيم تسبب تسممات عبر التوكسينات التي تفرزها في المواد الغذائية، لكن الإيكولاي كذلك جرثوم هو يفرز توكسين داخل الجهاز الهضمي، وهناك سيروتايب، هناك بعض الأصناف من الإيكولاي التي يعني تقتل الأطفال، يعني هذه بعض الأنواع من الإيكولاي التي خطيرة على الأطفال، هي تسمى الإي إي سي الأنفانتيل، هي للأطفال. ثم يعني هذه الشروط التي تكلمنا عنها، فيبقى بين الضمير، ضمير الذين يهيئون الأكل للناس، وبين وعي المواطن الذي يأكل في هذه الأمكنة، فإما تقع التسممات أو لا تقع. إذا كان الناس اللي يهيئوا الأكل عندهم ضمير ويتقون الله، يعني تكون شروط نظافة جيدة، ويكون يعني الأكل يعني لا يبقى لوقت طويل، أو لما يعني يتبقى الأكل في المساء ربما يضعونه إلى في اليوم الثاني إلى آخره، هذا يشيد، هذا يشيد استمازيغ، هذا الشيد هذا لازم يرمى. ثم بين وعي المواطن كذلك، أن يكون المواطن واعيا بهذه الشروط وبهذه الأخطار، فطبعا يعني إذا كان المواطن واعي وكان هذا الشخص عنده ضمير الذي يهيئ الأكل، لا تقع تسممات، يعني قليلة التسممات في أوروبا وفي أمريكا تقع، لكن قليلة جدا، يعني النسبة لا تذكر إحصائيات، لا لكن في بلداننا تلاحظون أن هذه التسممات بكثرة، ليس لأن الحرارة مرتفعة، لا، لأن انعدام الضمير عند الذين يؤذون الناس ويهيئون الأكل، وكذلك عدم الوعي عند المواطن، تهور المواطن كذلك، وربما يكون عدم الوعي يعني أكثر
يعني أقوى من الضمير عند الذين يهيئون الأكل، لأن ربما هؤلاء الذين يهيئون الأكل ربما يجهلون تماما الخطر. ويعني أوروبا وأمريكا تعمل دائما تكوين للأشخاص الذين يعملون في المطاعم وللذين يريدون يعني أن ينخرطوا في مشروع يعني مطعم أو يعني وجبات أو أكل، يجب أن يمر من التكوين، يعني شروط النظافة والجراثيم والأمراض وكيف يجب أن تكون حالة الشخص أولا، ثم حالة المكان، ثم المواد الغذائية تخزن في البرودة إلى آخره. يجب أن يكون تكوين، وهذا التكوين أنا كنت أقوم به لبعض في بعض المعامل في المغرب للذين يعملون في هذه المعامل، كنت أقوم بهذا التكوين بالمجان طبعا علي أنا. التكوين اللي عملت في المغرب كل يعني جميع هذه حصص التكوين اللي قمت بها في المغرب مع يعني ما عمرني خديت ريال واحد ما أخذته من الناس، يعني سواء كانت هكذا يعني تكوين شخصي للناس بيني وبينهم، لا يعني ولا أحد يعني أعطاني ريال هذه. فعلي ولا زلت مستعد يعني لهذا التكوين، لا زلت مستعد لهذا التكوين بالمجان، أنا ما عندي مشكل الحمد لله، العلم موجود. نحن كما قلت البارح هذو يعني الذين أساتذة العلم الجراثيم يعني بدأوا يقلوا في العالم هكذا. لماذا؟ لأن الآن مع هذه التحاليل أصبحت أوتوماتيكية مع البي سي آر، مع الأوتومات، مع هذه طبعا يعني هذو اللي كيدرسوا علم الجراثيم لمن سيدرسون في الأخير، يعني حتى الليستيريا الآن ما بقى البحث عنها عبر التقنيات البكتيريولوجية، عبر السيرولوجيا، عبر البي سي آر. فالمهم جراثيم كثيرة، ليس هذا كل جراثيم الآن ممكن يعني الآن نبحث عنها في الأغذية بالبي سي آر، يعني طرق أخرى وليس مثل أطباق بيتري، يعني هذه علم الجراثيم مايكروبيولوجيا يعني كنا ندرسها للناس. عموما أنا قلت بين الضمير وبين الوعي ربما يضيع المواطن، فهذه هي النقطة التي أريد أن أتكلم عنها في هذه الحلقة، وهي نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الضمير ليس أن الشخص لا يغسل يديه أو لا يطبخ جيد أو لا ينظف حالته، لا، هناك ما هو أخطر من هذه الأشياء. ربما يستعمل زيوت مستعملة، يطبخ بزيوت مستعملة، هذه الزيت التي تستعمل لقلي السمك أو هذا البطاطس أو هذا تستعمل يعني يستعملها ويطبخ بها، أو ربما يستعمل بعض اللحوم يعني متدنية الجودة، أو الذين يهيئون هذا السوسيج، هذا يعني هذه في المغرب نسميه السوسيت، هذه السوسيج، هذه النقانق الطرية وليس النقانق الصناعية، فربما يملأها بلحوم لا تصلح للأكل. وتلاحظون أن هذول اللي كيهيئوا السوسيج دائما عندهم توابل وهذه مذاق حار، لماذا؟ لأن هذه التوابل تخفي رائحة الكريهة التي ربما يعني تأتي من اللحم. فيعني هالين هذا السوسيج اللي كيتباع على الأرصفة هذا كله يجب أن يتجنبه الناس، يعني بلا من يعني نخون المواطن. لماذا؟ لأن احنا في التسعينيات وحتى يعني بعد التسعينيات يعني أنا قلت بأن الخبير لا بد أن يكون خبير في هذه المسائل، دي نحن خبراء ولا يمكن شخص يعني أن يمر هكذا بدون أن يعني كما نقولوا بالدارجه ما يديرها بين حد. لماذا؟ لان يعني تمكنا من ضبط بعض في التحليله في المختبر، لان وجدنا بعض عديمي الضمير يملؤون السوسيج هذا اللي كيشويه الناس على الازقه مالئينه بمصارن دجاج مطحونين، مصارين الدجاج لانها ترمى، مصارن الدجاج ما تاكلش، ومصارن الدجاج طحنوه وعمروا بها يعني هاد السوسيج، يعني اشياء يعني اشياء خطيره. وليس يعني المستهلك وعي المستهلك هو يعني ليس يعني، ثم ربما يكون دجاج ميت. انا اتكلم عن الغش وعن انعدام الضمير، فربما شخص يجمع دجاج ميت، وتلاحظون يعني ان الدجاج ميت الان مقاشبا، من قبل كان دجاج ميت في الحشر فلا قدركم في المزابل وكان يحرق. هادو مربي الدجاج كان عندهم عليه مربي الدجاج، تشترط عليهم وزارة الفلاحة باش يكون عنده واحد الانسينيراتور، واحد المكان يحرق فيه الدجاج الميت، وكانوا كيحسبوا عدد الدجاج الميت وعدد الكتاكيت اللي أخذها،
كانت هناك مراقبة، حتى أن كانوا رجال الدار كانوا يراقبون هذه الإسطبلات التي يعني يربى فيها الدجاج، ولا زال طبعا كانوا ولا زالوا. فيعني لأن عليه لأن السلطة عند الحق تراقب هذه الأماكن، الدرك يعني بالنسبة للبوادي، وكذلك الشرطة بالنسبة للمدن والقائد، ويعني هذو رجال السلطة عندهم الحق يراقبوا، لأن يعني طبعا أن هذه السلطة هذه تمثل الدولة. فالدجاج الميت الآن الناس لا يرونه، يعني لاحظوا أنكم من قبل كنتوا تشوفوا الدجاج ميت، الآن دجاج ميت ما كاينش، وأن نسبة هذا الدجاج يموت في الإسطبلات، يعني اسألوا مربي الدجاج هو قد يصل إلى 5، في بعض الحالات يصل إلى 7%. وتصوروا شخص عنده 5000 كتكوت، 5000 طائر يعني في هذا الإسطبل، عليه 5000 هي لا شيء بالنسبة لمربي الدجاج. دابا أصبحوا يتكلموا ب 500000 وبمليون وليس أقل. فلاحظوا أن يعني مكان واحد، يعني هونغار واحد، إسطبل واحد في هذه اللي فيه دجاج، تصوروا ناخذ غير 5% هي اللي معتمده دوليا ليس في المغرب، 5% في المورتاليتي و5000، شوفوا شحال هذا تعطيك من طائر ميت. هذه الطيور الميته اين هي واين تذهب؟ ولذلك يعني عدم الضمير، لان البارح تكلمت على الناس كلهم تقولوا المراقبه، اين المراقبه، لماذا كذا، ولكن المواطن كذلك يعني يكون واعي، المواطن يكون واعي وليس. وكان يعني نحن في حماية المستهلك في التسعينيات كنا ننصح الناس لا يشترون لحم الدجاج يعني مذبوح ومريش، كنا ننصح الناس أنهم يشريوا الدجاج حي ويذبح، هذاك الشخص يذبح لي الدجاج حي ويوزنه ويعطي. لما تذهب عند شخص ولو أن عنده يعني مبرد، عنده مبرد هذا الريفريجيريتر، ولو أن عنده البرودة، فهذا الدجاج هل ذبحه، هل ميت، هل اشتراه يعني ببعض الآن سلسلة الآن تجمع الدجاج ميت، متخصصة في جمع الدجاج الميت وكيريشو كيبيعوه الناس. هذا واقع، هذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، لكن يجب أن لا تكون، يجب أن لا تكون. وحتى القانون يجب أن يتشدد بالأقصى، لأن ما يسمع بأن شخص حكموا عليه بعشر سنوات سجن، يعني يكونوا متيقنين أن لا أحد عمره يفكر ولا يطمع أنه يجمع الدجاج. ولذلك القانون في أمريكا لماذا ما عندهمش الآن غش؟ لأن القانون عندهم قانون يعني صارم وقاهر، يعني إلى شدوا إلى قبض، يعني إذا وجدوا صانع واحد أو شيء يغش، يعني لن يغش في حياتي حتى يموت، وحتى الصناع الآخرين. هذا هو المشكل، نظام الضمير. كاين دجاج ميت، كاين مصارن ديال الدجاج، ولاو كيعملوها في السوسيج، كاين اشياء. لذلك قلت الخبير لابد وان يكون خبير، لان هذه الامور هذه ليس اي شخص، يعني هذه امور نحن متخصصون في الميدان، ونحن كما قلت البارح ساده الميدان. لا يظن صانع انه راه ممكن يغش ولا نعلمه، لا يظن ولا يحلم بها. جميع الغش، انواع الغش الموجوده في عند جميع الصناع لا في المغرب ولا خارج المغرب، نعلم يعني أي مادة كيف تصنع وكيف ممكن أن يغش الصانع. وبعض الأشياء ربما تقع يعني أكسيدنت، ربما تقع هكذا بدون أن يعلم الصانع، فربما خطأ بسيط عند الصانع، خطأ بسيط عند الصانع يعني في السلسلة هذه في فلاشين، لما يكون يعبئ المواد الغذائية أو قبل التعقيم ولا بعد التعقيم، خطأ بسيط يؤدي إلى أرواح. ولذلك الصانع، صناعة المواد الغذائية صناعة يعني ليست سهلة، لأن فيها مسؤولية كبيرة وفيها أرواح وليس هذا. فهذا هو مشكل انعدام الضمير. هذا الشخص الذي يطبخ هل يستعمل مواد جيدة بجودة جيدة ويتقي الله؟ ثم المواطن هل واعي بهذه الأشياء؟ هل يفكر، هل يخطر بباله بأن ممكن هذاك السوسيج، هذاك السوسيت اللي يأكل في المساء في الزنقة، هل يخطر ببالي أن ممكن يعمروه لي بالمصارن الدجاج؟ وعاد الخلاص المسائل الخطيرة الأخرى اللي تسمعت في الصحافة ووقعت هي لحم الكلاب ولحم الحمير، ليس في المغرب، علي في المغرب والبلدان المغاربية كلها وقع هذه المشكلة. لحم الحمير ولحم الكلاب هذا شيء آخر، هذا إجرام، هذه جريمة يعني وليس غش، جريمة، لأن يعني أنت تقتل الناس. يعني كذلك الأسماك، الأسماك قد يقع فيها مشكل. لماذا؟ لأن ربما ترفض الأسماك في المراقبة،
الأسماك التي ترفض في المراقبة أين تذهب؟ ولما ترفض الأسماك ترفض بشاحنة كلها ترفض، ونحن نعلم أن في الدار البيضاء وفي جميع المدن المراقبة مع الصباح، نعلم أن يوميا يتم رفض يعني بعض السلع، رفض أنواع من السمك. هذه الأسماك التي ترفضها المراقبة وتمنعها يعني ممنوع للاستهلاك البشري أين تذهب؟ المشكل المراقبة هو أنها يعني يجب أن ترش هذه الأسماك بالجريزيلين أو بمادة لكي لا يعاد استهلاكها. هذه الأشياء هذه مع الأسف الشديد في كثير من الأحيان لا يقومون بها. أنا أقول في كثير من الأحيان، يعني اللحم كيخويو عليه الجريزيلين يعني ماشي كتسمى ديناتوراسيون، هذه لا بد منها. هذه لماذا؟ لأن اللحم إذا خرجوه هذه ثم انعدام الضمير، قد تكون البقرة ميتة عند المزارعين الفلاحين هذو اللي عندهم أبقار حلوبة الآن، ربما البقرة تموت في المزرعة ويحملونها تسلخ تذبح وتسلخ ثم تباع على شكل كفتة. هذو اللي كيوزعوا الكفتة على السناكات وكيوزعوا الكفتة على البائعين هذو هما الذي يجب أن يراقبوا ويراقبوا بصرامة. نحن في المختبر لا يقدر أحد يعني أنا قلت يمر هكذا بدون أن نحن في المختبر ممكن أن نحدد بالضبط هذا الشخص بماذا قام. هنا علينا لأن الحيوان الميت ليس هو الحيوان المذبوح طبعا، لأن المكونات هذه اللحم في المختبر يعني نحن نعلم أن الحيوان الميت يكون الدم لازال وكيكون نسبة الجلوكوز مرتفعة وكيكون الهيستامين وكتكون بعض الحمضيات بعض الأمينات البيوجينية في اللحم، طبعا ليس هو اللحم المذبوح، لأن الريغور مورتيس عند الحيوان لما يذبح بطريقة شرعية ويعني ومراقبة ليس هو الحيوان الميت. حتى أن ممكن حيوانات اللي تموت الأبقار والأغنام تموت ويرميها هذا الشخص في مكان بعيد، ربما يراها شخص آخر ويصلخها في الليل ويبيع اللحم. أنا أقول ربما، لماذا؟ لأن بالنسبة لنا احنا كخبراء كل شيء وارد وليس هذا. فمن ثم من جات القوانين ديال يخوو الجريزيل على المادة قبل ما يرميوها، لماذا؟ لأن الخبير يعلم بأن هذه المادة هي الأسماك التي ترفض أين هي؟ الدجاج الذي يموت في الماء في يعني في الإسطبلات أين هو؟ يعني هذه اللحوم الحيوانات الميتة يعني أين هي؟ لذلك قلت يعني الضمير مهم جدا، عدم الضمير ووعي المواطن. يعني قلت بين الاثنين، إما أن نعيش بسلام وإما أن تقع الكوارث. هذا مهم جدا، يجب المواطن المستهلك يجب أن يكون واعي وأن يعلم وأن يتنبه وأن يحذر جميع الأشياء التي ممكن أن تسبب له مشكل صحي. الأشخاص الذين يبيعون هذه المنتجات ويهيئونها ممكن يكسب حلال، ممكن يكسب رزقه حلال، ولكن هذا هو المشكل، انعدام الضمير. لماذا البلدان الغير إسلامية التي لا عقيدة لها اللي صدع لكم الكهنوت ودنيكم بها، هذه بلدان فاسدة ومنحلة ومجتمعات منحلة وفيها فساد، هذه مجتمعات إسلامية بامتياز بدون إسلام. هذه هي البلدان اللي فيها ما فيهاش الرشوة، ما فيهاش شهادة الزور، وفيها الصدق، وفيها الانضباط في الوقت، وفيها احترام الجار، وفيها احترام الآخر، وفيها يعني أدب، وفيها يعني ابتسامة، وفيها ليس فيها غش، وليس فيها خداع، وليس فيها أي شيء. هذه هي الأخلاق الإسلامية هناك وراء البحر. بلداننا ليس فيها هذه الأخلاق، هذه بلداننا هي اللي فيها الغش، هي اللي فيها شهادة الزور، هي اللي فيها السرقة، هي اللي فيها الحقد، فيها الكراهية، هي اللي فيها الحسد، هي اللي فيها يعني عدم الصدق، الكذب. الإنسان تقول له التاسعة يجيك مع العشرة ونص، إلى يعني بلداننا كل شيء فيها مخرب في الأخير، ولا يبقى أحد يتفلسف علينا. نحن نعيش الواقع، الناس كلهم عارفين بأن مجتمعاتنا مخربة أخلاقيا، مخربة. لا يبقى واحد يقول لا يمكن أن تجد لحم الكلاب في أمريكا يباع، من المستحيل، ولا في أوروبا، ولا لحم الحمير يباع، من المستحيل. وسمعتم الخبر في بريطانيا لما يعني عبر البي سي آر وعبر الجينيتيك وتراسابيليتي يعني وجدوا واحد، لأن عدم تراسابيليتي لحم ممكن ينتج في البرتغال أو في إسبانيا ويباع في لندن أو يباع في أمستردام، لكن يتتبعون المادة من أين أتت والحيوان أين تربى بالضبط. وجدوا يعني أثر لحم الفرس في بعض المنتوجات
اللحمية في لندن في يعني في بريطانيا، وسمعتوا الضجة اللي قامت. لماذا؟ لأن القانون البريطاني يمنع استهلاك لحم الفرس، ممنوع استهلاك لحم الفرس. دولة غير إسلامية، احنا كيتذبح ويتباع للناس كفتة، عندنا اللحم مطحون للفرس. هذه بريطانيا تحرم لحم الفرس، نحن نأكل لحم الفرس وهو حرام. وليس لأن الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبالنسبة للأكل قال لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام. ولا يبقوا الناس يتفلسفوا علينا في الشريعة وفي الشرع وفي الدين وفي الفقه وفي الحديث، وأن الرسول قال لهم كالوا ولا، هذا المسائل هذه ما كيناش، يعني القرآن واضح والمسائل واضحة، لا احنا تبعنا القرآن ولا احنا تبعنا القانون. هذا هو مشكلنا الآن. ولما تقع المصيبة الضجة الإعلامية تقوم. أين كنتم؟ أين كان الإعلام؟ الآن هذه المراقبة، لذا البارح الحلقة ديال أول أمس قلت بأن المراقبة صعبة جدا. كان الله في عون هذه المراقبة، لا الأنصى ولا السلطة، ما لا يمكن، لأن نتصور أن الناس عندهم أكواخ دور قصديرية برارك يذبحون فيها ويصلخوا ويخرجوا الكفتة تبع، وكاين اللي تيذبح في الغابة ويخرج الكفتة تبع للناس، هذا اللحم مطحون. لماذا هادو اللي كيفرقوا اللحم مطحون على السناكات؟ لماذا لا يوزعون اللحم هكذا قطع لحم؟ لماذا يطحنوه عاد يوزعوه؟ لأنه لحم لا يصلح للاستهلاك، لازم يتطحن ويفرقوه، يخلطوه بماذا؟ هم يعلمون جيدا بماذا يخلطونه. فيعني انتبه، يعني المواطن ينتبه، فهو مسؤول عن صحته، مسؤول عن صحة أطفاله، المواطن مسؤول عن صحة الوطن كذلك. وليس أنا ما تجيش فيا ولا أخر، لا، إذا رأيت منكر تخبر السلطة وتخبر الناس كذلك، تخبر الناس كذلك. إذا رأيت شخص أمام العمارة يبيع أشياء يعني ليست صحية، فأخبر الناس اللي في العمارة ما يأكلوش من عنده، وأخبر السلطة، قل لي مدي واحد السيد كيشوي لنا السوسيط يعني أمام العمارة، من أين أتى؟ لماذا جاء أمام العمارة؟ لماذا؟ لأنهم يختبئون على السلطة، ما يشوفوش المقدم والقيد، هذا باش لكي لا يرونه. هو عاد ما أدراكم إذا كان أشياء مسموح بها في الشوارع الكبرى، يجب أن تمنع يا عباد الله، يجب أن يمنع بيع الأكل على الرصيف يا عباد الله، رحنا في القرن 21، يجب أن يمنع الأكل، وأن لا يلمس الناس الأكل بأيديهم، أن تعلب وتغلف جميع المواد الغذائية حتى الخضر، لأن هذه الأمور ليست أمور مصيرية، هذه صحة الناس. ولا ننتظر حتى يموت شخص وتنقول آه الله مات، دائما احنا تيموت شخص عاد نتكلموا قبل ما يموتوا الناس، قبل ما نضيعوا الناس، راه ممكن أي شخص تجي فيه، ممكن أي شخص يقع له تسمم، حتى رجال السلطة أنفسهم ممكن يقع لهم هذه المشاكل. هذه هل منكم شخص لم يقع له تسمم غذائي؟ أنا لا أظن، وليس مرة واحدة، ربما يكون وقع لكم تسمم غذائي لمدة 20-30 مرة، وربما كل سنة يقع مرة ومرتين في السنة. فيعني انتبهوا الناس. وكنت سأتكلم عن المناعة، لكن رأيت أن أشياء لا بد أن نتكلم عنها، لا يمكن أن أسكت عن هذه الأشياء، فهو انعدام الضمير لدى الناس، يجب أن نتكلم عنه. ثم يعني نأجل ونرجي هذه المناعة، مشكل المناعة، لماذا الناس الآن بدأوا يموتون بالتسممات الغذائية؟ إذا وقع تسمم غذائي ممكن الشخص يموت، ممكن يتوفى الشخص. لماذا؟ لأن كما قلت المناعة قبل 2019 ليس هي المناعة بعد 2019، ربما كان يقع لك تسمم من قبل ما يكون مشكل، لكن الآن إذا وقع لك تسمم فيجب أن تشد الحزام، يعني تراجع الطبيب في أقرب وقت، يعني ولا تتهور ولا تنتظر. ثم قبل مراجعة الطبيب سنتكلم عن بعض الأشياء التي يجب أن تكون معكم وتكلمت عنها وأعيد الحديث عنها، وأن تكون معكم دائما، وربما تشتروها الآن لأن فصل الصيف مقبل، تشتروها الآن وتكون معكم. أشخاص الذين ليس لديهم أمراض، أما الأشخاص اللي عندهم أمراض راه معهم، راه عندهم المكملات، لكن الأشخاص اللي ما عندهمش أمراض، وأن لا بقى الإنسان يتهور، يقولكم وحده كاينة، لا أنا ديما كناكل تما، واش غادي يوقع ليا، واخا لحم الكلاب حنايا رحنا صحاح كذا، هذا تهور، يعني هذا تهور، هذه حماقة في الناس.
صحتك هي الأولى وكفى من هذا التهور هذا، ولا نريده في مجتمعنا. نريد أن يكون مجتمع منضبط ونتحلى وتحنا بشوية الأخلاق يا عباد الله. أو الناس ولاو كيتمناو أخلاق أوروبا، نحن بلد مسلم، ليس المغرب بلدان الإسلامية كلها، لاش تتحلم تحرق البلدان الغير الإسلامية؟ لماذا؟ لما أنتم تسبونهم وتشتمونهم وتقولوا كفار وملحدون، لماذا لاش كتحرقوا عندهم؟ لماذا لاش كتحرقوا هذه البلدان هذه؟ من أجل الأخلاق. ولذلك قلت بأن الأخلاق لا علاقة لها بالدين، لا علاقة للأخلاق بالدين يا عباد الله. ممكن يكون الشخص غير متدين ومتخلق، وهذو اللي متدين هما اللي عندهم سوء الأخلاق الآن في المجتمع. وشوفوا هذا التناقض اللي واقع في مجتمعاتنا، والناس كيضيعوا، والناس كيضيعوا. وإياك أن ترى شخص عنده اللحية ولابس ثياب إسلامي وتاكل عنده، إياك إياك أو تشتري منه غذاء، لأن هذا كيستعمل الدين يعني كيبيع ويشري بالدين هذا، وكيستغبي الناس وكيضحك عليهم باللحية. إياك أن ترى شخص لحية وتقول آه إنسان عنده اللحية ومتقي كيصلي، ديك المشكل ديال كيصلي هي اللي خرجت على المجتمع. إنسان غير يقول لك كيصلي صافي وكيتيق فيه. هنا يعني يا عباد الله الأخلاق لا علاقة لها بالدين، فيعني اتقوا الله في أنفسكم وردوا البال واحذروا، لأن التسممات الآن. ولذلك أنا أتكلم شيئا ما بلهجة شوية عليين ربما يعني ما تعجبكمش، ولكن أنا أعلم بأن فصل الصيف يعني ستكون وفيات كثيرة من التسممات، ستكون وفيات كثيرة في الأطفال، عند الأطفال مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن المناعة منخفضة، ولأن الجسم أصبح غير قادر على التسممات، وإذا مش حتى شخص أخذ تسمم قوي يعني ربما يروح فيها يكون موت. ولذلك يعني معذرة لأن أتكلم شيئا ما بي يعني بقوة، ولكن أنا أعلم خطورة الموضوع. وفي كل البلدان، أنا لا أتكلم عن المغرب، في كل البلدان، لأن بلداننا راكم شفتوها كي عاملة يعني ارتفاع الحرارة، ربما أشخاص يتهوروا من عدم الضمير المواطن. وعدنا البلدان كياكلوا كتير، كناكلوا كتير، كنكثروا الأكل وكناكلوا في كل وقت، والملك الرجوع كيولي عيخلط عيسرط. وهنا فين كاين المشكل؟ الأمريكيين الآن كياكلوا شوية، ما كيكتروش الأكل، وعندهم نظافة يعني في الأكل، وواعين بالأكل ما هو. وليس الأمريكي تقنعوا يعني باللحية وتحلف ليه تقول لي حق مولانا وياكل عندك، كاينش أمريكي ما تقدرش تقنعه، يعني عقله اللي كيقنعه فقط يعني. فإن شاء الله ولو أنني أتكلم بهذه الطريقة فمعذرة دائما، وانتبهوا جيدا. وذي ما شعار الحاضر الله، الحاضر الله راه يعني لازم تعولوا على المجتمع، تعولوا على الضمير والمراقبة، واش ليس هناك يعني الله لا حاضي فقط. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن لا يكون ألا يصاب أي شخص بسوء إن شاء الله. وتحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم.